عندنا وقفتين النهارده مع المنتخبين الحقيقه. يمكن احنا خلاص ده اخر ماتش الاهلي والاسماعيلي، والاسبوع ده في الدوري تحديدا هو هيعقبه على طول التوقف، عشان المنتخب الاول يروح للامارات، عنده ماتشين، واحد مع زامبيا واحد مع الجزائر 12 و16 اكتوبر. فبالتالي المدير الفني مستر روجيرو ميكالي، المدير الفني المنتخب الاولمبي، اختار بالفعل قائمه الفريق اللي هتخوض المعسكر خلال شهر اكتوبر. المنتخب عنده مواجهتين زي ما قلت لكم، يوم 12 هنا في القاهره مع الاردن، وبعدها هيبقى واجه اوزباكستان، مش طاجكستان، اوزباكستان هيقابلها في طشقند، بعدها باربع ايام يوم 16، والمعسكر ان شاء الله هيبتدي بعد بكره يوم الاثنين. طبعا كل ده في اطار تحضير المنتخب الاولمبي، نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله، قدم اوراق اعتماده في بطوله افريقيا ويقدر ان شاء الله ياخد احلام المصريين لبعيد في بطوله او دوره الالعاب الاولمبيه في باريس. اما معسكر المنتخب الاول ان شاء الله ده هيبدا بعد بكره برضو يوم 9، لكن صلاح بمناسبه طبعا تالقه الموسم ده مع ليفربول بشكل كبير هينضم لمعسكر المنتخب في الامارات مباشره، وده هيكون يوم 10 اكتوبر عشان يستعد للمشاركه في المباراتين الوديتين اللي هتجمع منتخب مصر مع زامبيا ثم مع الجزائر. ان شاء الله يلحق بقى صلاح ببعثه المنتخب في الامارات يوم 10 ان شاء الله، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا. تجربتين زامبيا اعتقد تجربه يعني جيده، لكن التجربه والاختبار الحقيقي والمحك الحقيقي للمنتخب الاول هيكون في مباراه الجزائر، مباراه هتكون قويه جدا وصعبه جدا بين اثنين من عمالقه الكره في افريقيا.